بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي وعودة للدوري المحلي مرة أخرى بعد منافسات البطولة الأفريقية. بيعود الكبير، بيعود البطل النادي الأهلي مرة أخرى إلى المنافسات المحلية من خلال مباراة النادي الأهلي ومباراة ضد نادي وادي دجلة. مباراة صعبة، مباراة مهمة كعادة كل مباريات النادي الأهلي. النادي الأهلي دائما لا ينظر إلا إلى المكسب فقط، ولكن كرة القدم فيها ثلاث نتائج زي ما قلت لحضراتكم وزي ما دايما متعودين نتكلم مع حضراتكم، مكسب وخسارة وتعادل. النادي الأهلي وجمهوره دائما ما ينظر إلى المكسب في هذه المباراة، مش في المباراة دي بس، في كل المباريات وكل البطولات اللي النادي الأهلي بيلعب فيها خلال المواسم السابقة أو منذ إنشاء النادي الأهلي 1907 وحتى الآن ولغاية لما الدنيا تنتهي. ففي النهاية هي مباراة صعبة، مباراة مهمة، بتلعب فريق النهاردة وادي دجلة مركزه متأخر جدا في الجدول الدوري العام المصري، ولكن فريق يتميز بكرة القدم انه بيلعب كرة على الأرض كتير جدا، بيتميز بالاستحواذ، عنده مدير فني يوناني تاكيس جونيس، واحد من المديرين الفنيين اللي اشتغلوا خلال السنتين اللي فاتوا، السنة اللي فاتت وبداية هذا الموسم مع وادي دجلة لم يحقق النتائج جيدة، ولكن طريقة لعب مختلفة عن اللي بنشوفها في الدوري المصري تقريبا. ومهما كانت الظروف ومهما كانت النتائج ومهما كانت النتائج ضد نادي وادي دجلة، ولكن المدير الفني عنده طريقة لعب بيحاول أن يطبقها، وهي أنه بيحاول يستحوذ على الكرة أكتر وقت ممكن، وهي تقريبا أو هي شبيهة جدا بطريقة لعب النادي، نفس الفكر اللي بيعمله ريني فايلر، ولكن طبعا مع اختلاف المهارات الفنية سواء هنا أو هنا. ولكن ريني فايلر خلال الفترة السابقة أو منذ توليه المهمة داخل النادي الأهلي وهو بيعمل على أشياء كثيرة جدا، منها كيفية الاحتفاظ بالكرة ما بين أقدام لاعبي النادي الأهلي. الكل بيسأل والكل شايف بالمناسبة أن النادي الأهلي خلال المباريات السابقة بتصل نسبة استحواذه ل 70 و73 و65%، وهي نسب كبيرة جدا ما كانش قبل كده النادي الأهلي بيشتغل عليها. اتكلمنا مع حضراتكم في المباريات السابقة عن ان ليه لعب احمد فتحي، قلنا ان قد يكون فكر المدير الفني ان هو عايز يطلع بالكرة من تحت كويس، فبالتالي هو دي وجهة نظره ان هو شايف ان احمد فتحي هو اللي يلعب في هذا المكان. هل هيلعب باحمد فتحي النهارده في هذا المكان؟ محدش عارف لسه ايه اللي هيحصل في مباراة اليوم. هل أليو ديانج او حسام عاشور ممكن يبدأوا بجانب عمرو السولية في مباراة النهاردة، ولا هيبدأ بمجدي قفشة؟ كل الكلام ده اللي هنعرفه بعد قليل ان شاء الله من خلال اول ما يجي لنا التشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراة. وكعادة ملعب الاهلي دائما بنكون مع حضراتكم من داخل فندق النادي الاهلي، فندق الاقامة للنادي الاهلي. فخلينا نروح لزميلنا كريم احمد ويقول لنا ماذا يحدث داخل فندق الإقامة في للنادي الأهلي. تفضل يا كريم. مساء الخير عليك كابتن اسلام الشاطر، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. في البدايه طبعا كالعاده بنتمنى كل التوفيق النهارده، مباراه دجله والنادي الاهلي على استاد السلام، ان شاء الله باذن الله التوفيق يكون معانا. حاله اللاعبين، شخصيه النادي الاهلي باذن الله تبان في اول دقيقه في هذه المباراه. اختلاف كبير بين مباراه الدوري، مباراه الكاس، مباراه البطوله الافريقيه، لكن يعني من الحاجات المطمئنه جدا لكل جمهور النادي الاهلي ان النادي الاهلي بيفصل بشكل كبير، الجهاز الفني بيقدر ان هو يفصل في كل المواجهات اللي بيقابلها في ثلاث بطولات، لكن مباراه الدوري ليها حسابات خاصة فنية واستعدادات أيضا كمان ذهنية للاعبي النادي الأهلي. من خلال متابعتنا للتدريبات يا كابتن إسلام، حالة الجدية والإصرار حابين إن احنا نتكلم عليها، بنشوف في كل التدريبات الحماس الكبير والشديد اللي بيطول كل لاعبي النادي الأهلي، وأيضا كمان الجانب النفسي اللي بيتعامل بيه مستر رينيه فايلر مع كل اللاعبين، جلسات فردية، جلسات مجمعة للاعبين، قائد طبعا النادي الأهلي كابتن حسام عاشور أو أيضا كمان أحكامات النادي الأهلي كابتن أحمد فتحي، كابتن رامي ربيعة، الكل بيحاول إن هو يكون في حالة يقظة مستمرة وفي حالة تحفيز مستمر كل اللاعبين، لان المرحله مهمه فيها تحديات كبيره جدا يا كابتن اسلام وضغط كبير للمباريات، لكن ان شاء الله مرحله مرحله النادي الاهلي زي ما معودنا بياخد كل مرحله لوحدها ان شاء الله باذن الله يوفق في جميع البطولات. ابدا معاك النهارده كابتن اسلام بكواليس مباريات دجله والنادي الاهلي. احنا متواجدين طبعا في فندق الاقامه، 20 لاعب تم اختيارهم من مستر ريني فايلر المدير الفني، شريف اكرامي، الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، جونيور اجايه، حسام عاشور، احمد فتحي، محمود وحيد، احمد الشيخ، مجدي قفشه، مروان محسن، عمرو السلية،
الدفاعيه، اليو ديانج، حسين الشحات، ايمن اشرف، وليد سليمان، ووليد ازارو، رمضان صبحي، ياسر ابراهيم، ورامي ربيعه. غيابات كثيره كالعاده، لكن قلت شويه بالنسبه للاصابات، لكن رؤيه فنيه طبعا لمستر رينيه فايلر استبعد منها كل من سعد سمير، عمار حمدي، صالح جمعه، وصلاح محسن. لكن الاصابات خلاص عندنا علي معلول ان شاء الله باذن الله بعد المباراه او في خلال الاسبوع اللي جاي ده باذن الله يشارك تدريجيا في تدريبات الجمعيه. لسه شويه كمان محمود متولي قدامه اسبوعين يا كابتن اسلام وينضم للتدريبات الجمعيه. العدد قل الحمد لله في الاصابات، ومنتظرين كمان بقى يعني كل من حمدي فتحي ومحمد محمود وكريم ندفد باذن الله تدريجيا يكونوا مع اللاعبين في المشوار الافريقي وفي بطوله الدوري العام وايضا في بطوله كاس مصر ان شاء الله. يمكن زي ما بنقول مستر ريني فايلر كانت محاضره اخيره في فندق الاقامه، يمكن الراجل بيدرس بشكل كبير يعني نقاط القوه والضعف من خلال التمركزات، من خلال الهجمات، من خلال ايضا كمان التمركزات العكسيه للجنبين. ادى فيهم تدريب اخير قوي جدا على ملعب مختار التتش اللي كان كل التدريب كله جزء تكتيكي يا كابتن اسلام، وكان في جزء خططي بالكرات الثابته بالكورنرات. ان شاء الله النهارده يعني نقدر نقول ان الكرات الثابته هيكون ليها تاثير كبير مع لاعبي النادي الاهلي نظرا لما لمسناه من التدريبات الاخيره وتحديدا التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله كابتن اسلام من خلالك يكون تشكيل المباراه معاك كاول قناه كالعاده بشكل حصري على شاشه قناه النادي الاهلي كواليس استاد السلام، كل الامور باذن الله تكون معاك من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام. زميلنا كريم احمد. طيب خلينا نروح كالعاده برضو الاتوبيس. الاتوبيس دايما بعد نهايه المحاضره الفنيه بيتوجه او توجه لاعبي النادي الاهلي الى الاتوبيس للذهاب الى ملعب المباراه. زي ما حضراتكم شايفين كباتن النادي الاهلي بيتوجهوا الان الى الاتوبيس الخاص بالنادي الاهلي للذهاب الى ملعب المباراه زي كالعاده الحقيقه. وبعد نهايه المحاضره الفنيه اللعيبه كلها بتروح على الاتوبيس علشان تروح استاد النادي الاهلي او استاد السلام خلال الفتره المتبقيه قبل بدايه هذه المباراه، اقل من ساعه ونص ان شاء الله وتبدا هذه المباراه. عموما خلينا بقى زي ما متعودين مع حضراتكم في ملعب الاهلي ان احنا نتجه الى جرافيك هذه المباراه. النهارده في الدوري العام المصري 2019-2020 نتائج مباريات الاسبوع السابع يوم الثلاث 10 ديسمبر امبارح كانت اولى المباريات ما بين الجونه وامبي، وهزيمه الجونه من امبي برباعيه مقابل هدف وحيد، واقاله المدير الفني الصربي لنادي الجونه وتعيين الكابتن رضا شحاته مديرا فنيا مؤقتا لفريق الجونه لحين استقدام مدير فني جديد، ومبروك طبعا لكابتن حلمي طلال. الانتاج الحربي وتعادل ايجابي مع سموحه بعدما كان مهزوم من سموحه بهدف مقابل لا شيء وهو بعشرة لاعبين، بيعود باسم مرسي ويحرز هدف التعادل لصالح الانتاج الحربي، نقطه للانتاج ونقطه لسموحه. النهارده في ثلاث مواجهات في الاسبوع السابع الاربع 11 ديسمبر 2019 الاسماعيلي واجه مصر المقصه. اعتقد الشوط الاولاني انتهى بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. المباراة دي بتقام في تمام الساعة الخامسة. أيضا حرس الحدود ونادي مصر، هقول لحضراتكم نتيجة هاتين المباراتين اللي بدأوا بالفعل في تمام الساعة الخامسة. آخر مباريات اليوم النادي الأهلي أو نادي وادي دجلة سيواجه النادي الأهلي في تمام الساعة السابعة والنصف. غدا باقي مباريات الاسبوع السابع، ويوم الحد اخر مباريات الاسبوع السابع، لكن خلينا بكره الخميس 12 ديسمبر 2019 الساعه 2 ظهرا الاتحاد السكندري سيواجه نادي طنطا في بدايه او في اليوم الثالث من الاسبوع السابع. اما في تمام الساعه الخامسه المصري سيواجه المقاولون العرب، ونهايه هذا اليوم غدا ان شاء الله الزمالك سيواجه بيراميدز في واحدة من المواجهات الصعبة والمهمة في الدوري العام المصري في تمام الساعة السابعة والنصف. آخر مباريات الأسبوع السابع أسوان سيلاقي طلائع الجيش يوم الأحد 29 ديسمبر 2019. طبعا جدول ترتيب الدوري العام المصري قبل بداية مباريات اليوم. الاتحاد السكندري في المركز الاول ب 13 نقطه، المقاولين العرب في المركز الثاني ب 13 نقطه ولكن ست مباريات، النادي الاهلي لعب اربع مباريات فاز بيهم وبالتالي له 12 نقطه، لو فاز النهارده ان شاء الله النادي الاهلي بيصعد الى التربع على جدول ترتيب الدوري العام المصري.
بيراميدز في المركز الرابع ولكن من 6 مباريات عنده 12 نقطة، سموحة أو الزمالك في المركز الخامس من 5 مباريات عنده 10 نقاط، سموحة في المركز السادس من 7 مباريات عنده 10 نقاط. أما حرس الحدود في المركز السابع ولعب 6 مباريات وعنده مباراة النهاردة ويملك من النقاط 9 نقاط، الإنتاج الحربي في المركز الثامن لعب 7 مباريات وعنده 8 نقاط، المصري البورسعيدي لعب 5 مباريات في المركز التاسع وعنده 7 نقاط. الطنطا ومصر المقصة وإمبي والإسماعيلي عندهم 7 نقاط وفي المركز العاشر والحداشر والاثناشر والثلاثاشر. أما في المركز الأربعتاشر نادي مصر لعب 6 مباريات وعنده من النقاط 6 نقاط. أسوان لعب في المركز الخمستاشر لعب 6 مباريات وعنده 5 نقاط. طلائع الجيش لعب 6 مباريات وفي المركز الستاشر ويملك 4 نقاط. الجونة في المركز السبعتاشر لعب 7 مباريات وعنده 4 نقاط. أما وادي دجلة سيلاقي النادي الأهلي في مباراة اليوم في تمام الساعة 7:30. في المركز الأخير لعب 6 مباريات عنده 3 نقاط. ده جدول ترتيب الدوري العام المصري. أما قائمة الهدافين للدوري حتى الأسبوع السابع، عبد الله السعيد من بيراميدز 5 أهداف، حسام حسن نادي سموحة 5 أهداف، وليد سليمان 4 أهداف النادي الأهلي، محمد سالم المقاولين العرب 4 أهداف، وأمد أكري وعمر الحلواني ومحمد شريف ولكل منهم 4 أهداف أيضا، ومحمد رمضان صبحي نادي الأهلي في المركز الثامن رمضان ب3 أهداف، وحسين الشحات في المركز التاسع ب3 أهداف أيضا، أما محمد فاروق في المركز العاشر ب3 أهداف نادي بيراميدز. نتجه إلى مباراة اليوم. النادي الأهلي سيواجه وادي دجلة الأربع 11 ديسمبر 2019. وادي دجلة سيواجه النادي الأهلي في الأسبوع السابع. تاريخ المواجهات ما بين الناديين، النادي الأهلي ولعب ضد نادي وادي دجلة 14 مباراة، النادي الأهلي فاز في 10، تعادل في 3، خسر في مباراة وحيدة. الأهلي أحرز 16 هدف واستقبلت شباكه 6 أهداف. موقف النادي الأهلي ووادي دجلة في الدوري، 4 مباريات لعبهم النادي الأهلي فاز فيهم، لم يتعادل لم يخسر، سجل 14 هدف، استقبلت شباكه هدف وحيد، عنده 12 نقطة في المركز الثالث. أما نادي وادي دجلة لعب 6 مباريات لم يفز في أي مباراة، تعادل في 3، خسر في 3، سجل 5 أهداف، استقبلت شباكه 8 أهداف، يملك 3 نقاط في المركز الأخير في جدول الدوري العام المصري حتى الأسبوع السابع. طبعا أرقام في مواجهات الأهلي ووادي دجلة، أول مباراة ما بين الفريقين كانت 23 ديسمبر 2010 وفاز النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. أما آخر المباريات كانت يوم 28 يناير 2019 فاز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف. أول أهداف النادي الأهلي أحرزها في وادي دجلة كان كابتن حسام غالي، وأحرز آخر أهداف النادي الأهلي ضد وادي دجلة علي معلول، وطبعا حسام غالي اعتزل وعلي مصاب في مباراة اليوم. أكبر فوز للنادي الأهلي على وادي دجلة كان موسم 2014-2015 وفاز النادي الأهلي على وادي دجلة بثلاثية مقابل هدف. النادي الأهلي سجل 14 هدف، كيف سجل النادي الأهلي 14 هدف؟ أو متى سجل النادي الأهلي 14 هدف خلال 4 مباريات؟ في أول ربع ساعة من عمر المباراة بيحرز النادي الأهلي 3 أهداف، تاني ربع ساعة بيحرز هدفين، تالت ربع ساعة بيحرز هدف وحيد. أول ربع ساعة من عمر الشوط الثاني 3 أهداف، تاني ربع ساعة من الدقيقة 61 للدقيقة 75 هدفين، ثم من الدقيقة 76 للدقيقة 90 ملوك الدقيقة 90 النادي الأهلي بيحرز 3 أهداف في آخر ربع ساعة من عمر المباريات خلال ال4 مباريات السابقة. طيب النادي الأهلي بيستقبل أهدافه إزاي؟ النادي الأهلي استقبل هدف وحيد في الربع ساعة قبل الأخيرة من نهاية المباراة، وأما بقية المباراة لم يستقبل حتى هذه اللحظة النادي الأهلي أي أهداف. طيب دي آخر حاجة معانا، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل فقرتنا الأولى دكتور أحمد ثابت، هنتكلم عن أهم نقاط الضعف والقوة في فريق وادي دجلة بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بعد اللقطات حضراتكم شفتوها لفريق النادي الاهلي ووصوله الى ملعب استاد النادي الاهلي استاد السلام، خلينا نرحب في فقرتنا الثانيه بدكتور احمد ثابت، هنتكلم عن اهم نقاط الضعف والقوه لفريق وادي دجله. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. خلينا نبدا على طول ونقول مقارنه ريني فايلر مع تاكيز جيرمياسي. طبعا في البدايه يعني مخطئ من يظن ان المباراه سهله، يعني يظن مثلا ان وادي دجله الاخير على الدوري تبقى المباراه سهله. لا، المباراه بالتاكيد قدام مدرسه مشابهه لمدرسه مدرب النادي الاهلي في مقارنه المدربين، نفس انت بتطلع الكوره من تحت، بيلعبوا كوره كويسه جدا، نفس فكره التحرك بدون كوره، بس طبعا مع الفارق في الشراسه الهجوميه وعدد الاهداف والفارق في الامكانيات والقدرات، ولكن مواجهه صعبه. طيب خلينا نبدا على طول بالمقارنه ما بين الاثنين المدربين. اول حاجه طبعا السن، تاكيز 48 سنه فايلر 46 سنه. تاكيس لعب 6 مباريات. تحط بعد كده في المقارنه ده لابس نظاره وده مش لابس نظاره عشان تبقى اتفضل. بس دي نظاره قرايه على فكره. فايلر مش هتحط كده طفل. لعب 6 مباريات، ما كسبش ولا ماتش وادي دجله الموسم ده، اتعادلوا 3 خسر 3. فايلر كسب الاربع مباريات، احرز لاعبوه اهداف، جاب 5 اهداف فقط في الست مباريات بنسبه احراز 8/10 في هدف في المباراه الواحده. فايلر مسجل لاعبو النادي الاهلي 14 هدف في 4 مباريات بنسبه احراز، يعني المعدل احراز هدف للنادي الاهلي في المباراه الواحده 3.5 في المباراه الواحده، طبعا يعتبر اعلى معدل في الدوري المصري. دخلت شباكه اهداف، اقوى خط دفاع النادي الاهلي في الدوري هدف، دخلت شباكه هدف واحد. التكيس مع وادي دجله دخلت شباكه 8 اهداف، رقم كبير جدا، والرقم الاهم كمان نسبه الحفاظ على النظافه، يعني نظافه شباكه، هنلاقي ان وادي دجله ما خرجش بشباك نظيفه ولا مباراه في الست مباريات. ده رقم 0%. صفر، ده بياكد ان هم عندهم مشاكل دفاعيه كتيره جدا هنتكلم عنها طبعا. الناحيه الثانيه فايلر 3 مباريات من 4 مباريات. طيب نبتدي بقى بالتشكيل المتوقع، التشكيل المتوقع لوادي دجله. اللي هم بيلعبوا بال 4-1-4-1، دي طريقه المدرب اليوناني تاكيس جونياس. في حراسه المرمى محمد عبد المنصف اوسا، الاثنين المساكين محمد مرعي واحمد رمضان بيكهام، لاعب المنتخب الاولمبي طبعا اللي تالق في البطوله الاخيره، اثنين مساكين كويسين جدا. الظهير الايمن عبد الرحمن بودي، الظهير الايسر يعقوبو وده مفتاح لعب مهم جدا لوادي دجله في الجبهه اليسرى. الثلاثه الارتكاز محمد عبد العاطي، ده اللاعب الهولدنج ميدفيلدر، اللاعب اللي هو بيحضر عليه الهجمه، اللي هو بينزل يسقط ما بين المساكين ويبني الهجمه من تحت. على يمينه محمد هلال بيرتدي رقم 10 ومحمد رضا على شماله، دول الثلاثه الارتكاز. الجناح اليمين بيبقى رفيق كابو اللي هو رقم 27 اللاعب التونسي، وحسام عرفات رقم 19، ممكن يدخل لعيب زي رجب عمران، ممكن نشوف عبد الكريم الوادي، وقدام مروان حمدي. طيب خلينا نقول التشكيل الرسمي بقى اللي ظهر لنا بالنسبه لوادي دجله، تقريبا نفس التشكيل اللي انت قلته باستثناء ان محمد عبد المنصف هيلعب، بودي هيلعب ناحيه اليمين، يعقوبو ناحيه الشمال، محمود مرعي هيلعب جنبه، رضا في وسط الملعب هيلعب الثلاثي محمد هلال وعبد العاطي ومحمد رضا ورفيق كابو ومروان حمدي. حسام عرفات مش هيبدا وهيبدا ب عبد الوادي، عبد الكبير الوادي. نفس التشكيله. هي نفس الفكر بتاعه، نفس التشكيله بس هو مش هيلاعب مغير ولا هيلاعب حسام عرفات. تمام، نفس الفكر بالظبط، واللي هي هتبقى برضه 4-1-4-1، بيعتمد على خطوره ان هو محمد عبد العاطي بينزل يسقط لتحت، هو ده يمكن لعيب الارتكاز. محمد عبد العاطي واحد من افضل اللعيبه، ولكن هو لعيب بوكس تو بوكس منه اكتر من هولدنج، يعني مش لاعب قاطع كرات، لعيب كمان قصير في القامه، وبالتالي هو اللي بينزل يحضر دايما لتحت بيسقط عليه. المهم جدا النهارده هنشوف فايلر هيتعامل ازاي، هيضغط ازاي على محمد عبد العاطي ده، هل اللي هيكلف برقبته محمد مجدي قفشه ولا المهاجم مثلا جونيور اجايه؟ مهم جدا ده بس ده انا شايفه هيلعب مجدي قفشه او اجايه، حد فيهم يعني. فانت دلوقتي دي بتعتبر كان راس حربه او كده، لان احنا لسه ما جالناش التشكيل الرسمي. الناس لما ممكن تسمع كده تقول ان احنا لا، احنا بندي تصور تخيلي يعني. محمد عبد العاطي ده نقطه قوه ونقطه ضعف في نفس الوقت، ولكن هو نقطه ضعف اكتر من نقطه قوه. ليه؟ لان هو انت دلوقتي انت عندك محمد عبد العاطي لما بينزل يسقط مش طويل القامه، وبالتالي ما بيعملكش تغطيه للعمق في الدور الدفاعي، ما بيقفلكش العمق الدفاعي، فهو ميزته ان انت تلعبه في يعني مكان محمد هلال او مكان هنا اللي تلعبه في الزياده الاماميه شويه، لكن ما يلعبش ابدا في الحته دي، لان هو في الحته دي اولا كمان مش قوي في الالتحامات، جسمه ضعيف جدا، وبالتالي لكن هو كورته حلوه، فانت تقدر تستغله قدام، فدي مشكله وادي دجله. يمكن لو بصينا حتى ازاي هم استقبلوا الاهداف، ايوه
هنبص نلاقي نقاط ضعفهم واضحه جدا. قلت لحضرتك ان هو ما فيش ولا مباراه ليهم خرجت بشباك نظيفه. هنلاقي هم استقبلوا كام هدف في الست مباريات؟ 8 منهم 3 كرات عرضيه داخل منطقه الجزاء. دي سببها ايه؟ سببها وجود محمد عبد العاطي ما بيغطيش العمق، والاثنين المساكين ضعيف جدا او قليلين قوي في حته التمركز في الكرات العرضيه. تمام، دي نقطه مهمه جدا. اذا لازم النهارده نشتغل على الكرات العرضيه بشكل مكثف من الطرفين. الحاجه الثانيه التمرير الطولي في العمق، ده اللي قلت لحضرتك عليه، اللي هو محمد عبد العاطي يعتبر في الحته دي في المركز ده، رغم ان هو مميز، لعيب مميز جدا وموهوب، ولكن هو على المستوى الدفاعي هو يلعب قدام سنة، يلعب بوكس تو بوكس، ما يلعبش لاعب قطع كرات في وسط الملعب، فبالتالي عندهم مشكله في التمرير الطولي في العمق. وبالتالي هل انت النهارده تقدر تستغل جونيور اجاييه في المساحات اللي ورا الاثنين المساكين بتوع وادي دجله؟ لو لعب جونيور اجاييه، لو لعب جونيور اجاييه او مروان او اي او ازار او راس حربه وخلاص، او راس حربه يعني حتى حد عنده السرعات يلعب ورا الاثنين المساكين. تمام، دي مهمه جدا، اللي هم المساكين بتوع وادي دجله هتفرق جدا النهارده. هل يفكر في البدء بأزارو عشان عنده حتة السرعة وحتة الضغط العالي على مثلا جونيور أجاييه؟ ده اللي هنشوفه في التشكيلة. الحاجة كمان بعد كده ضربة دخل ضربات ضربة ثابتة وضربات جزاء، ولكن أهم نقطتين في نقاط الضعف الكرات العرضية والعمق، والعمق التمرير الطولي في العمق. تمام، ده اللي هنشوفه بالصور. اتفضل، أول صورة معانا احنا جايبين الأهداف كلها اللي دخلت في شباك وادي دجلة. يلا اتفضل. أول هدف اللي هي كان هدف آخر مباراة اف سي مصر، هدف كرة عرضية برضو جوه منطقة الجزاء. ده طبعا اللي احنا بنتكلم فيه، ان مفيش حد بيغطي العمق، الاثنين المساكين ضعيفين جدا في التمركز في الكرات العرضيه، وبالتالي النهارده واحد زي محمود وحيد لو بدا كظهير ايسر يقدر ان هو يعمل الكرات العرضيه، او رمضان صبحي في الجبهه الشمال يقدر ان هو يعمل الكرات العرضيه لراس الحربه المتواجد. دي نقطه مهمه جدا. الصوره اللي بعدها هنبص اللي هي برده نفس الكوره، مصر المقصه، هدف في شباك وادي دجله من خلال كره مساحات عرضيه، مساحات واسعه كبيره جدا، مساحات واسعه كبيره جدا، والمساكين عندهم نقطه ضعف في الكرات العاليه. ايوه، سواء المساكين او محمد عبد العاطي اللي بيلعب قدامهم. في الاسماعيلي كده برضو، هات اللي بعده الاسماعيلي. نفس اللي بعد كده برضو شلونجو اتعملت له كره عرضيه وجت نفس الفكره، ده برضو الكره العرضيه. اذا دي مشاكل الكرات العرضيه عند دفاع وادي دجله. نبص بقى على التمرير الطولي، وده اللي مهم جدا. ده هدف مصر المقصه. مصر المقصه اتلعب في وافي، لعبها تمريره طوليه فوتها المهاجم ولعبها وجت جون. هم على فكره وادي دجله برضو عندهم نقطه، ان هو كل الاهداف اللي دخلت فيهم بيبقى معاهم الكوره، بيفقدوا الكوره في الحته اللي هي اللي ورا دي، لان هم بيحضروا الكوره من تحت. فبيفقدوا الكوره في الحته دي، يعني الكوره دي اتقطعت، راحت مصر المقصه قطعتها وعملوا تمرير طولي في العمق جت هدف. لا، وخلي بالك كانوا كسبانين 2-0 كمان وادي دجله، كسبانين 2-0. هم عندهم مشكله زي ما حضرتك بتقول، مشكله في الشوط الثاني، اعتقد حرس الحدود و في اغلب المباريات 7 اهداف من 8 في وادي دجله في الشوط الثاني. الصوره اللي بعدها برده هنبص نلاقي او بص حضرتك دي اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها، دخلت شباك وادي دجله 7 اهداف من اصل 8 في الشوط الثاني من عمر المباريات. اهي 25% و12.5% و50%، 7 اهداف من 8. وبالتالي هل هم بيعانوا من مشكله بدنيه؟ دي الارقام بتقول كده، ان هم عندهم مشكله بدنيه في الشوط الثاني. في اخر ربع ساعه دايما بيحرص فيهم بيحرص اهداف، فيهم اهداف 9 او 50% من الاهداف اللي جت في اخر ربع ساعه، اخر ربع ساعه. فده بياكد ان هم عندهم مشكله بدنيه، وان برضو المدرب ممكن ما يكونش بيقرا المباراه بشكل جيد، او تغييراته مش موفقه. وبالتالي يعني هم كانوا كسبانين في مصر المقصه 2-0 وتعادلوا 2-2 في الشوط الثاني. ميدو اشتغل عليهم بالكرات العرضيه، والتمرير احمد حسام ميدو مدرب مصر المقصه اشتغل عليهم بالكرات العرضيه. المقصه متعادل مع الاسماعيلي لغايه الدقيقه 74 سلبيا حتى هذه اللحظه، اشتغل عليهم بالكرات العرضيه. حرس الحدود برضو مع اف سي مصر تعادل سلبي ما بين الفريقين. اتفضل يا احمد. اشتغل عليهم بالكرات العرضيه وجاب منها هدف، اللي هو الهدف الاول، والهدف الثاني كان من خلال التمرير الطولي. ده النقطتين ضعف الواضحين في وادي دجله، ان هم محمد عبد العاطي. طب هم ليه ممكن يمثلوا خطوره على النادي الاهلي؟ ايوه، النهارده محمد عبد العاطي ده في نفس الوقت لو عدى بالكوره واداك تمرير طولي في ظهر المدافعين بتاع النادي الاهلي، خاصه ان احنا بنلعب دفاع هاي لاين، دفاع متقدم، ممكن تمثل المشكله. دي مهمه جدا، نقطه مهمه جدا، رغم ان هم عندهم مشاكل دفاعيه كتيره جدا، ولكن لعيب زي محمد عبد العاطي ده لو رمى تمرير طولي في ظهر المدافعين اللي عندنا، سواء اي اثنين هيبداوا، احنا دايما بنلعب دفاع عالي. وبالتالي انت بتلعب بتواجه فريق بيلعب نفس طريقه لعبك. ايوه، الاربعه واحد، هم بيلعبوا 4-1-4-1، احنا بنلعب 4-2-3-1، ولكن نفس الفكره، الدفاع العالي، الضغط العالي، عايز يستخلص الكره باقصى وقت بسرعه زي ما النادي الاهلي بيلعب. وبالتالي محمد عبد العاطي ده لعيب خطر جدا لو رمالك. في نفس الوقت احنا اتكلمنا ان هو نقطه ضعف، ولكن هو برضه نقطه قوه، لان هو ممكن يرمي واحده تمرير طولي لرفيق كابو اللي هو الجناح السريع جدا ناحيه الشمال اللي هيلعب في ظهر محمود وحيد او الوادي الناحيه دي، هيمثل خطوره جدا. انت في نفس الوقت نقطه قوه ونقطه ضعف. اذا عشان تخليها نقطه ضعف
لازم تضغط على محمد عبد العاطي من بدري، لازم طيب. تخرجه بره الماتش. يبقى خلينا نبدا بقى المقارنه ما بين رفيق كابو وحسين الشحات. تمام، الجناح اليمين هنا والجناح اليمين هنا، المتوقع يعني حسين الشحات، ورفيق كابو هو الجناح الايمن الاساسي في تشكيله. ده بالنسبه لاخر مباراه يعني. ماشي، رفيق كابو هو التونسي، لعيب تونسي طبعا. حسين الشحات من 27 سنه، 27 سنه. رفيق كابو لعب 6 مشاركات الموسم ده ب 527 دقيقه، ايوه، مسجل هدف وصنع هدفين، رقم كويس بالنسبه لرفيق كابو ان هو يصنع 2 اسيست. حسين الشحات طبعا مسجل 3 اهداف وصنع هدف، وعدد المشاركات بتاعته 4 مشاركات مع النادي الاهلي. يمكن رفيق كابو واحد من اهم اللعيبه برضو اللي بتديك اسيستات، وعمليه التحول السريع بس بيضيع جوان كتير. من الدفاع للهجوم مهم جدا انت تراقبه. تمام، والنهارده يعقوبو اللي بادئ باك شمال ده لعيب خطير جدا، ده مفتاح لعب وادي دجله. يعني ده اكتر لاعب بيلمس الكوره من تحت، واكتر لاعب بيحضر الهجمه مع محمد عبد محمد عبد العاطي. أيوه. حسين الشحات لو بدا ناحيه اليمين هيبقى ليه دور مهم جدا، في اي حد هيبدا ناحيه اليمين ليه دور مهم جدا في الضغط على يعقوبو، لان يعقوبو واحد من الاجنحه، يعني الظهير ايسر بيتحول لجناح كتير جدا، بيديك عرضيات كتير جدا، وعنده عرضيات مميزه بتوصل ل 13 عرضيه. يعني مباراه المقصه دي كانت وصلت ل 13 عرضيه، مفتاح لعب مهم جدا يعقوبو اللي هو الباك ليفت. خلينا نروح لمقارنه ما بين راسي الحربه بالنسبه للنادي الاهلي جونيور اجاييه في اخر مباراه، طبعا قبل لسه لم يعلن حتى الان التشكيل الرسمي للنادي الاهلي. مروان حمدي واحد من افضل اللاعبين اللي انضم لمنتخبنا الوطني في التجمع الاخير. مروان حمدي 23 سنه، جونيور اجاييه 23 سنه. المشاركات الموسم ده مروان حمدي لعب 6 مشاركات، طبعا انضم لمنتخب مصر، لعب 485 دقيقه، مسجل هدفين ما صنعش ولا هدف. جونيور اجاييه لعب 4 مشاركات برصيد 269 دقيقة، أقل طبعا يعني يعتبر النص بتاع مروان حمدي، مسجل هدفين برضو ما صنعش ولا هدف. ده الأرقام دي بالنسبة للدوري. دي مقارنة ما بين جونيور أجاييه المهاجم هنا وهنا، ونفس الفكرة نفس الأدوار. يعني مروان حمدي بيلعب الدور اللي بيلعبه أجاييه. نفس الفكر ان هو بينزل يسقط لتحت ويفتح مساحات في ظهر المدافعين. طيب نروح لمجدي قفشه ومحمد هلال. هنا المفتاح اللعب هنا ومفتاح اللعب هنا. محمد مجدي قفشه بيعيش افضل فتراته الكرويه مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، افضل فتراته على مدار تاريخه، يعني في كل الانديه اللي لعب فيها. 23 سنه محمد مجدي قفشه، عدد المشاركات في الموسم ده لعب 4 مشاركات برصيد 331 دقيقه، صنع هدف واحرز هدف وصنع هدفين وحصل على ضربه جزاء. يعني يعتبر متسبب في 4 اهداف للنادي الاهلي الموسم ده محمد مجدي قفشه، واحد من افضل اللعيبه، نتمنى ان هو يواصل الاداء ده. محمد هلال الناحيه الثانيه لسه الموسم ده ما سجلش ولا هدف، ما صنعش ولا هدف رغم تالقه في الموسم الماضي. لعب 455 دقيقه، لعيب خطر جدا في وسط الملعب، هو ومحمد عبد العاطي اثنين لعيبه كرتهم حلوه، زي ما احنا عندنا عمرو السوليه وقفشه، هم عندهم محمد هلال ومحمد عبد العاطي اثنين لعيبه كرتهم حلوه جدا، بيطلعوا بالكره من تحت بمنتهى السرعه. ومحمد هلال ممكن في بعض الاوقات بيستخدمه كمهاجم وهمي، يعني ممكن لو لا قدر الله تقدموا بهدف هتلاقيه مطلع اللي هو المهاجم مروان حمدي، وبدا بمحمد هلال كراس حربه. تمام، اخر مقارنات الشناوي وعبد المنصف. طبعا الاثنين خبره كبيره، يعني طبعا محمد عبد المنصف حارس خبره كبيره جدا، ومحمد الشناوي حارس منتخب مصر الاول. يمكن هو طول القامه لمحمد الشناوي 191، عبد المنصف 190، يعني الشناوي اطول بسنتي. السن عبد المنصف عنده 42 سنه، محمد الشناوي 30 سنة. عدد المشاركات في الدوري الموسم ده الشناوي 4 مشاركات، حافظ على نظافة شباكه 3 من 4، ودخل شباكه هدف واحد بس. عبد المنصف بقى لعب 6 مشاركات ملوش ولا كلين شيت، يعني ما حافظش على نظافة شباكه ولا كلين شيت من الستة، واستقبلت شباكه 8 أهداف اللي احنا كنا بنشرحهم ازاي استقبلت شباكه الأهداف دي. تمام، إذا النادي الأهلي لاعبيه في المقارنات أفضل بكتير من لاعبي نادي دجلة، ولكن ملعب لا يعرف كل هذا الكلام، الملعب طبعا بتبقى الامور مختلفه. كل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي في هذه المباراه. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد. الف شكر وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. نتقابل بعد نهايه هذه المباراه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل كابتن ايمن دجيش عشان نتكلم اكتر عن طاقم التحكيم لهذه المباراه.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ايمن دجيش. هنتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. ازيك كابتن ايمن؟ ازيك كابتن اسلام؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام يا كابتن. قبل بس معاك تقول لنا على طاقم التحكيم، عايز اقول لحضراتكم ان النادي الاسماعيلي تقدم على مصر المقصه بهدف مقابل لا شيء، وفاضل 8 دقائق على نهايه المباراه. كابتن ايمن قول لنا على طاقم التحكيم واهم ما يميز طاقم التحكيم. النهارده عندنا طبعا الكابتن سعيد حمزه حكم المباراه، معهم مساعد اول الدولي تحسين ابو السادات، مساعد ثاني خالد حسين، الحكم الرابع عمرو عبد الفتاح. طيب خلينا قبل ما نتكلم عنه نطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم ونرجع نتكلم اكتر مع كابتن ايمن دجيش عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلي ومضيفه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز لطاقم تحكيم بقيادة سعيد حمزة كحكم للساحة، يعاونه كل من تحسين السادات كمساعد أول، خالد حسين مساعد ثان، عمرو عبد الفتاح حكم رابع. سعيد حمزة بدأ مشواره في إدارة مباريات الدوري الممتاز موسم 2011-2012 عندما أدار ديربي الداخلية والشرطة، والذي انتهت مباراته بفوز الأخير بهدف من دون رد. أدار سعيد حمزة هذا الموسم مباراة واحدة في الدوري الممتاز، جمعت الأولى بين أسوان والمقاصة، انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3 أهداف مقابل 2. إجمالا أدار سعيد حمزة 38 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، أشار خلالها 114 بطاقة صفراء، تحولت 4 منها لحمراء، كما ظهرت البطاقة الحمراء المباشرة 4 مرات واحتسب 10 ضربات جزاء. أدار مباراتين في مسابقة كأس مصر، أشار خلالهما البطاقة الصفراء 7 مرات. تاريخيا أدار سعيد حمزة مباراة واحدة للأهلي في مسابقة الدوري الممتاز، كانت أمام وادي دجلة وانتهت بفوز الأخير بهدف من دون رد موسم 2015-2016، بينما أدار 5 مباريات لوادي دجلة، حقق الغزلان الفوز في 4 مباريات وتعادلوا في لقاء. أشار البطاقة الصفراء في وجه لاعب دجلة 10 مرات، تحولت 1 منها لحمراء، كما أشهر البطاقة الحمراء المباشرة 1 مرة. أتمنى طاقم تحكيم جيد لهذه المباراة. أكيد طبعا، يعني كابتن يعني وسعيد حمزة من الحكام عنده خبرات. الأسد. الأسد بيلعب. دايما بيطلق على نفسه الأسد. الأسد هو ما شاء الله شخصية قوية وبتاع، بس أنا بقول لسعيد يعني أنا عايزك أسد، بس أسد دايما في القرارات يعني. كنا نجيب له سعد سمير. أسد تبقى في القرارات يعني، إنما هو بصراحة شخصية كويسة وليه تواجد كبير في التحكيم. من 2011 بيحكم مقنع في الملعب، ولكن هو بس الحاجة يعني أنا أتمنى أن سعيد حمزة المباريات يعني المباريات الكبيرة أو المباريات الجماهيرية ما كانش ليه دور كبير فيها، يعني هو أدار طبعا مباريات ونجح فيها، إنما في المباريات الكبيرة ما تواجدش بصفة كبيرة. أتمنى في الفترة الجاية يبقى ليه وجود، لأن هو مقنع في الملعب وشخصية كويسة. والأهم كابتن إسلام في جوه المباراة إن إحنا التعامل داخل مناطق الجزاء دي المهمه. طيب الحكم يبقى رايي. كابتن ايمن ممكن تخليني بس قبل ما حضرتك تكمل كلامك تقول التشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه. محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني ناحيه اليمين، محمود وحيد ناحيه الشمال، 2 قلبي دفاع رامي ربيعه وايمن اشرف، وكالعاده عمرو السليه بجانبه محمد مجدي قفشه، وحسين الشحات ناحيه اليمين، ورمضان صبحي ناحيه الشمال، ووليد سليمان، وفي الامام جونيور اجايه. ده التشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه. اتفضل يا كابتن. في التقرير زي ما قلنا كابتن اسلام هو حكم كويس، لكن لو بصينا مباراه واحده للنادي الاهلي موسم 2015-2016 يعني بقى لها فتره ما لعبش كتير في مباراه الاهلي او الزمالك او الماتشات، لكن هو ادارته دايما بيأدي مبارياته بنجاح في الدوري الممتاز، ماشي بصوره طيبه. اتمنى له التوفيق النهارده، والتقييم دايما هو من الحكام كويسه، لكن احنا اهم حاجه التوفيق يحالفه المباراه دايما.
تبقى قريب. ايه اللي بيعمل مشكله كابتن اسلام؟ منطقه الجزاء. منطقه الجزاء او التسللات او مثلا الالعاب اللي فيها مثلا استخدام المرفق وعدم تعامل، كل ده اللياقه البدنيه بتاعت الحاكم. كل ما انت قريب بيبقى عندك بتشوف التفاصيل بتقدر تبقى مقنع للناس. اتمنى له النهارده التوفيق، معاه مساعد دولي خبره كبيره جدا تحسين ابو السادات من الحكام المتميزين وخبره كبيره من اكبر الحكام اللي موجودين في القائمه الدوليه، مساعد اول. وعندنا مساعد رائع خالد حسين من اسوان، مساعد متميز برضو، وعمرو عبد الفتاح من الاسماعيليه. الحقيقه طقم كويس، نتمنى له التوفيق النهارده باذن الله في المباراه، يعني يكون موفق باذن الله في اداره المباراه يعني. طيب اهم ما يميز كابتن سعيد او الطاقم بالكامل الاربع، يعني هم كلهم الخبرات الكبيره، يعني خبره عنده طبعا لكن يعني البعض يقول لك اصل كابتن سعيد مش دولي ومش كذا. ما هو الدولي ده بيبقى هم سبعه اللي في القائمه، لكن انت ايه مردودك لما لعبت في الدوري الممتاز؟ كان ليك تواجد ياما، يعني ربنا يشفيه كابتن مدحت عبد العزيز، ربنا يشفيه يا رب ويقومه بالسلامه باذن الله لبيته واسرته. كان من ما كانش دولي، ولكن كان من افضل الحكام اللي موجوده على الساحه. ما كانش ليه نصيب ظروف معينه ان انت ما خدتش دولي، في كتير من النوعيه دي. كان في كابتن محمد عباس، مجموعه كبيره عشان ما انساش حد ما خدوش دولي. ولكن احيانا الحقيقه بيبقى في موجود حكام ممكن يكونوا الافضل يا كابتن اسلام، لكن الظروف ما ساعدتهمش، جه موضوع السن. فهو يعتبر يعني مش بعيد عن الدوليين كتير، بالعكس هو بيدير مباريات ممكن يكون عنده كفاءه كبيره. فمش قصه ان انت بتعلق الشاره، لا احنا يهمنا الاداء في الملعب. فهو بالظبط كده، انا بس بقول بسال السؤال ده عشان فهو لما ادى كان عنده اقناع. يمكن انا قلت لك هو المباريات الكبيره بس كان بعيد عنها. اتمنى الفتره الجايه نوعيه المباريات ربنا يوفقه النهارده باذن الله، ويبقى ياخد مباريات قوتها اكبر يعني باذن الله في الفتره اللي جايه باذن الله يعني. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ايمن. قبل بس ما اطلع واسيب الكابتن ايمن واستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، نادي الاسماعيلي حتى هذه اللحظه متقدم هدفين، اضاف الهدف الثاني ومتقدم بهدفين مقابل شيء ضد مصر المقاصه، وباقي من المباراه يعني نهايه المباراه خلاص في خلال خمس دقائق ولا حاجه. لكن خلينا نروح لزميلنا كريم احمد من ارض الملعب، يقول لنا برضو اخر المستجدات في ملعب النادي الاهلي. اتفضل يا كريم. بجد التحية ليك يا كابتن اسلام الشاطر، كل التحية ليك والكابتنه طبعا كابتن ايمن دجيش. سريعا تشكيل فريق النادي الاهلي في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني، ايمن اشرف، رامي ربيعه، محمود وحيد في المنتصف، عمرو السوليه وقفشه على الاطراف، رمضان صبحي، حسين الشحات، وفي الهجوم وليد سليمان وجونيور اجي. الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي شريف اكرامي، احمد فتحي، وليد ازارو، مروان محسن، اليو ديانج، احمد الشيخ، وحسام عاشور. كده اكيد هيكون طلع ياسر ابراهيم ومصطفى شوبير من القائمه اللي ضمت 20 لاعب في هذه المباراه. التشكيل يمكن يعني نقدر نقول ان هو تشكيل كان متوقع كابتن اسلام، نظرا لحاله اللعيبه الكبيره جدا والجاهزيه الكبيره جدا اللي بيحاول مستر رينيه فايلر ان هو يجهز كل اللاعبين، لكن الاجهز في الفتره الماضيه يمكن هؤلاء اللاعبين. الكل طبعا ما فيش اساسي واحتياطي زي ما بناكد في كل مباراه، لكن الكل جاهز ان شاء الله، يكون موفق ان شاء الله مستر رينيه فايلر في هذه المباراه. الحضور يعني كنا بنتمنى يكون في جمهور، طبعا هي مباراه وادي دجله، لكن يعني اقدر اقول لك ان ما فيش حد في المدرجات خالص يا كابتن اسلام، امر طبعا ما بنتمنوش ان هو يكون متواجد في اي مباراه بيكون طرف فيها النادي الاهلي. لكن ان شاء الله باذن الله النهارده ارضيه الملعب كالعاده ارضيه جيده للاستاد السلام، كل الامور يعني ان شاء الله تكون في مصلحه النادي الاهلي، وتكون ثلاث نقاط مهمين جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري العام. اللعيبه بداوا يسخنوا يا كريم ولا لسه؟ بداوا تهيألي لسه كابتن اسلام، يعني حتى هذه اللحظه يمكن اكيد مستر تكيس طبعا جونياس اللي هو المدير الفني لنادي وادي دجله، ومستر ريني فايلر مع ديفيد سيزا هم الوحيدين بس اللي نزلوا ارضيه الملعب، تفقدوا ارضيه الملعب بالكامل. بعض اللعيبه من نادي دجله نزلت ارضيه الملعب، لكن حتى هذه اللحظه لسه ما فيش حد نزل سواء التسخين او الشناوي ان هو يكون متواجد. ميشيل معاه مدرب حراس المرمى، لكن خلاص هي دقائق بسيطه جدا كابتن اسلام يكونوا متواجدين ويجروا عمليات الاحماء سواء فريق وادي دجله او فريق النادي الاهلي. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من ارض الملعب. اي مستجدات طبعا بيكون معانا كريم من ارض الملعب. بشكرك كابتن ايمن، ان شاء الله تقابل بعد نهايه المباراه باذن الله. كابتن شكرا جزيلا كابتن ايمن دجيش. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل تقرير عن اهم المواجهات او تاريخ المواجهات ما بين النادي الاهلي ونادي وادي دجله. بعد كده هستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، نجم الكبير كابتن ماهر همام، نجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، نجم الكبير كابتن أسامة حسني. بعد هذا الفاصل والتقرير عن تاريخ المواجهات استقبل نجومنا الكبار.
تحمل مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم رقم 15 بعدما سبق وأن التقى الفريقان في 14 مباراة في منافسات بطولة الدوري، وذلك منذ الظهور الأول لوادي دجلة بالدوري الممتاز موسم 2010-2011. حقق الأهلي الفوز في 10 مباريات وكان تعادل حاضرا في 3 مباريات منهم مباراتين بنتيجة التعادل السلبي، بينما حقق دجلة الفوز في مباراة واحدة، أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين من نصيب الأهلي عندما فاز بالنتيجة 3-1 في موسم 2014-2015 في 2 يوليو 2015. تعود أول مواجهة للفريقين للثالث والعشرين من سبتمبر 2010، انتهت بفوز الأهلي بهدف من دون رد، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين بتاريخ 28 يناير 2019 انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-2. نجح لاعب الأهلي في زيارة شباك فريق وادي دجلة في 16 مناسبة، بينما استقبلت شباك الأهلي 6 أهداف. سجل حسام غالي لاعب الأهلي السابق والأهداف الفريق في شباك دجلة في أول لقاءات الفريقين، وذلك في موسم 2010-2011، بينما كان علي معلول ظهير أيسر الفريق الحالي هو صاحب آخر أهداف الأهلي في شباك دجلة. خرج الأهلي بشباك نظيفة في 8 مباريات أمام وادي دجلة، فيما فشل مهاجم الأهلي في هز شباك دجلة في 3 مباريات. بعيدا عن منافسات بطولة الدوري، فإن هناك مباراة واحدة جمعت الفريقين في بطولة كأس مصر، تحديدا في موسم 2016-2017 في إطار منافسات دور الربع النهائي للبطولة، وانتهى بفوز الأهلي بنتيجة 4-1. وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن ماهر أمام. إزيك كابتن ماهر؟ أهلا كابتن إسلام، شرف ومنور، وحشنا. بقالنا فترة ما تعشناش على حساب. لا خلاص النهاردة إن شاء الله بإذن الله نكسب، هنعشي الكباتنا على حساب. ربنا يكرم إن شاء الله. أهو تسامح هو متعشي اصلا دلوقتي. صح كابتن، وعارف ان احنا كلنا كابتن شريف انا معشي لسه دلوقتي، انا مش فاهم بطني دي فين. ازيك كابتن شريف؟ ازيك كابتن اسلام؟ وحشنا والله. ربنا يخليك يا كابتن النجم الكبير كابتن اسامه حسني، منور يا كابتن اسلام. الاخبار؟ ربنا يخليك كابتن ماهر. خليني اقول لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي مره اخرى: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعه، ايمن اشرف، محمود وحيد، مجدي قفشه، عمرو السوليه، رمضان صبحي، وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجاي. ده التشكيل الرسمي للنادي الأهلي. أما تشكيل وادي دجلة: محمد عبد المنصف، وعبد الرحمن بودي، ومحمود مرعي، وخالد رضا، ويعقوب، ومحمد رضا، ومحمد عبد العاطي، ومحمد هلال، ورفيق كابو، وعبد الكريم الوادي، ومروان حمدي، رأس حربة وادي دجلة. رأي حضرتك كابتن في تشكيل الأول للنادي الأهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وواضح طبعا من تشكيل النادي الأهلي النهاردة أسلام إن هو الثبات اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الفترات السابقة في التدوير اللي بيعمله مستر فايلر لتشكيلة النادي الأهلي. واضح الثبات، بقى في ثبات موجود النهاردة. يعني هنبص تلاقي 3 خطوط، يمكن الإضافة الوحيدة يمكن محمود وحيد الباك ليفت هو اللي اضاف على المجموعة اللي موجودة خلال الفترة السابقة، لكن الشناوي موجود في حراسة المرمى، موجود محمد هاني في مكانه في الباك رايت، رامي ربيعة، أيمن أشرف عودته مرة تانية لمركز قلب الدفاع، محمود وحيد وظهوره في المباراة السابقة مع الهلال السوداني بشكل جيد، مجدي قفشة وعمرو السولية. مجدي قفشة الاكتشاف الجديد لمستر فايلر من خلال وجود مجدي قفشة في 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 مكان 8. احنا مجدي قفشة متعودين عليه في مكان 10 كصانع العاب للخط الهجوم المكون من رمضان صبح ووليد سليمان وحسين الشحات وجونيور اجايه، واكتشاف برضك لمستر فايلر لجونيور اجايه في هذا المكان. فعايز اقول ان مجدي قفشة يمكن من خلال مباراه الهلال السوداني ظهر في المكان ده بمظهر جيد جدا كابتن اسلام، واضافه كمان لخط هجوم النادي الاهلي في حته المسانده الهجوميه، حته الكثافه العدديه، حته التصويبات
اللي من خارج 18 اللي احنا شفناها من خلال اداء مجدي قفشه في مباراه الهلال السوداني. تمام كابتن شريف، ايضا التشكيل الطبيعي لوادي دجله تشابه في طريقه اللعب سواء في وادي دجله او في النادي الاهلي، ولكن الاختلاف اللي ممكن نشوفه والواضح جدا الارقام حتى بتقوله ان هناك اختلاف كبير في احراز نسبه احراز الاهداف ونسبه دخول استقبال الشباك الاهداف، وبالتالي هناك فرق كبير ولكن تقريبا نفس طريقه اللعب اللي هي الاستحواذ. كيف يمكن لريني فايلر ان يتغلب على هذا الموضوع؟ والله ريني فايلر زي ما هو شغال كده بنفس الشكل بنفس الكلام اللي اتقال الماهر عليه، التشكيل ما اتغيرش كتير قوي، في محمد هاني ناحيه يمين، محمود وحيد ناحيه شمال، مجهود محمود وحيد الحقيقه من ماتش لماتش الحقيقه بيبقى في حاله تصاعديه كبيره جدا بتسمح له ان هو يعمل كل اللي بيتمناه الجهاز الفني منه، ان هو يعوض غياب علي معلول والشكل التعامل مع رمضان صبحي او حسين الشحات مع وليد سليمان كمان. ايوه اذا كان فايلر بيفكر ازاي بيلاعب وادي دجله، اعتقد ان وادي دجله هو اللي بالادهى ان هو النهارده نادي الاهلي في هذه الحاله هو اللي اي فرقه بتلعبه هي اللي بتفكر ازاي توقف خطوطه ازاي توقف اطرافه، انما الاثنين يمكن بيلعبوا بنفس الشكل اللي هو الاطراف. يعني انا بشوف وادي دجله دايما الناحيه الشمال بتاعتها هي تحاول في كل الاوقات انها تخترق منها، عندهم ميزه ان هم ما عندهمش اي وقت، يعني بيحضروا بدري وبعدين يخشوا في المباراه، لا في اي وقت في المباراه وادي دجله ممكن يعرض اهداف على جميع الاحصائيات، واحنا بنتكلم من اول المباراه لاول ربع ساعه ممكن يحرز من نص ساعه، فبتيجي بس هي الحاله البدنيه بتاعته في اخر المباراه بعتقد انها بتنزل شويه، ما بتدوش السبورت اللي هو يقدر يتعامل مع فرق زي النادي الاهلي زي نادي الزمالك زي بيراميدز زي الفرق الكبيره دلوقتي اللي هي بقت بتحجز نفسها انديه ابطال افريقيا الكونفدراليه المصري الفرق الكبيره دي دلوقتي اللي احنا بنتكلم عنهم كلهم. فاعتقد ان وادي دجله هو اللي بيبحث مع قد ايه يعمل الامكانيات بتاعه النادي الاهلي الكبيره اللي هي موجوده ازاي يقدر يتعامل معه، عشان كده هو النهارده عامل ثلاثه في نص الملعب مش عامل زينا مثلا احنا بنلاقي مع الماهر مجدي قفشه وعمرو السوليه نمره 10 ونمره 9 ونمره 8، يعني الناس دي عندنا احنا مكملين للشكل الهجومي بتاع النادي الاهلي. ايا كان بقى يا اسلام، ما كانش الفرقه اللي هتلعب عندها الدافع في التفكير في الثلاث نقاط فيمكن هم هيبقوا بره الحكايه خالص. الحاله البدنيه لازم التحركات بتاعه اللعيبه اللي كان من الفرقه دي او الفرقه دي لازم هي اللي بتثبت احقيه اللعب في اول نص ساعه وامتلاكه امور وزمام الامور كلها، فلازم نشوف تحركات من اللعيبه في وادي دجله تواكب المجهود الكبير اللي لعيبه النادي الاهلي اذا كان من الاطراف يمين او شمال او نص ملعب في الاستحواذ والامدادات الكبيره تحركات رمضان صبحي وحسين الشحات مع جونيور وليد سليمان بيبقى لهم ليهم كلمه كبيره، فانا شايف ان الضغط هيبقى على وادي دجله، ونفس الوقت وادي دجله يعني بيحاول انه يرجع يخش في فورمه قدام بتيجي تلاعب فرقه زي النادي الاهلي، ده هو ده اليوم اللي انت كل اللعيبه بتاعته بتبقى مستنيها، تبقى عايزه كل لعيب يدي كل الامكانيات اللي عنده. عبد الكريم وادي كابو مروان حمدي في الحاجات دي هتلاقيهم في اول نص ساعه في اول تلت ساعه عايزين يبقى لهم شكل وشكل تنفيذي للاجهزه الفنيه اللي هي بتتمناها. انا بتمنى الفرقتين الحقيقه يقدموا لنا شكل كويس قوي، انما النادي الاهلي اعتقد ان هو في المسار الشكل اللي احنا اتفرجنا عليه قبل كده اذا كان مع السودان او في كاس مصر او في اي حاجه، فهو ساعات بنحس ان الدنيا بتقف سنه كده خلال ال 90 دقيقه زي حال كل الفرق الحقيقه، انما احنا مطمنين ان فايلر يقدر يتحكم في زمام الامور يعني. طيب عودة أيمن أشرف بجانب رامي ربيعة كابتن أسامة خلال هذه المباراة استكمال لفكرة فايلر بالاستحواذ على الكرة أطول فترة ممكن. طيب قبل ما أروح بقى لفكرة أيمن أشرف جنب رامي ربيعة كابتن إسلام، عندنا المدربين نوعين في الدوري المصري، في مدرب أول ما يدخل على فريق جديد بيعمل دوافع جديدة روح جديدة في الفرقة فبيغير الشكل مع اول مباراه بيتولاها المدير الفني. ده مع كل المدربين. بصمه المدرب بتبتدي تظهر من المباراه الثالثه او المباراه الرابعه او المباراه الخامسه، فكره سواء اذا كان بيلعب فكر هجومي ضاغط من فوق دفاعي استحواذ بيلعب على الهجمه المرتده. فايلر عشان نديله حقه مع اول دخوله النادي الاهلي ادى شكل للنادي الاهلي، كانت اول مباراه يتولاها كانت مباراه خارج مصر، مباراه افريقيه. كانوا سبورت النادي الاهلي بيحقق الفوز
في مباراة أفريقية خارج ملعبه بعد ما كان مباريات كتير ما كانش بيفوز، ما كانش عنده الثقافة دي، كانت غايبة شوية. النهاردة أضاف النادي الأهلي مع أول مباراة، وما كانتش مذاعة هنا على شاشة قناة النادي الأهلي، الناس لسه ما شافتش فايلر. مع أول مباراة ليه في السوبر المصري بدأ يحط بصمته، بصمته اللي هي مستمرة لحد دلوقتي، هي عملية الانتشار في الملعب، عملية الاستحواذ، تدوير الكورة. علشان كده دايما كل اللعيبه اللي بيستعين بيها في الملعب، وهو كان في المؤتمر الصحفي اللي فات قال لك انا محتاج 11 لعيب في الملعب، 11 لعيب كوره، عايز حتى المدافعين يبقوا لعيبه كوره، لعيبه بتعرف عندها مهاره الاستلام والتسليم، مهاره عاليه، عمليه تضييق المساحات دايما بيعتمد عليها بشكل كبير. وشفنا ايمن، شفنا رامي ربيع، شفنا احمد فتحي مرات الهلال السوداني، لما الفرقه بتطلع بيعملوا التقارب بتاع الخطوط، عشان النهارده اول ما كان الهلال السوداني يعمل هجمه مرتده يبدا احمد فتحي ورامي ربيع يقطع الكره، تقدر تشتغل تاني، ودايما حاطط المنافس في نص ملعبه ما يقدرش يعمل عليك الهجمه المرتده. النهارده انت بتلعب الفريتين شبه بعض، تاكيس برضو المدرب اليوناني من وقت ما جه السنه اللي فاتت، ورغم ان كان دجله عنده صعوبات وكنا بنقول ممكن عنده مشكله انه بقاؤه في الدوري او لا، كان برضو معتمد على نفس طريقه اللعب واسلوب اللعب، وهو مثبت طريقه اللعب دي. دايما برضو بيعتمد زي النادي الاهلي على لعيبه الكوره، عمليه الاستحواذ، عمليه تدوير الكوره. برضو فايلر نفس الكلام، حته ايمن اشرف ورامي ربيعه زي ما كابتن ماهر قال وكابتن شريف، النادي الاهلي عنده ثبات في التشكيل، ثبات بقاله فتره. احمد فتحي دخل في الحته دي ماتش النجم الساحلي لما ايمن اشرف اتطرد ولعب ماتش الهلال، رجع ايمن اشرف تاني لمكانه، وهو يعني فايلر مقتنع بايمن اشرف في المكان دوت. في الدوري المصري تشتغل ايمن اشرف ورامي ربيعه، في الدوري المصري تشتغل، ان في الدوري المصري مفيش برضه فرق بتهاجمك كتير، دايما النادي الاهلي هو اللي حاطط الفريق اللي امامه في نص ملعبه، هو اللي بيضغط دايما الضغط من فوق، فانت عندك النواحي الدفاعيه عندك اريحيه فيها. لكن النادي الاهلي النهارده داخل المباراه عنده مفروض دوافع كبيره جدا، ما ببصش لجدول المسابقه ان وادي دجله في المركز الاخير، لا، النهارده المركز الاخير يعني لا قدر الله وادي دجله لو كسب النهارده لا ده يعني يطلعه في الجدول كذا مركز، فالنهارده النادي الاهلي اكيد يحترم وادي دجله. النادي الاهلي لو كسب النهارده دوافع بقى النادي الاهلي الكبيره، مكسبك النهارده هيصدرك لجدول المسابقه بدري، يحطك على جدول المنافسه برغم انك لسه لاعب اربع مباريات بس. تمام. الفرق الثانيه سباك ست مباريات. تمام. في بكره لقاء مهم، الزمالك وبيراميدز، اي نتيجه في صالح النادي الاهلي، فالنهارده النادي الاهلي برضو واحنا لسه بدري على جدول المسابقه ولسه بدري على الدوري، لكن دايما عندك محطات مهمه لازم تقف امامها. النهارده الفوز ان شاء الله يبقى خطوه مهمه تدي ثقه للعيبه خلال الفتره اللي جايه. كابتن ماهر، بدلاء النادي الاهلي في هذه المباراه شريف اكرامي، احمد فتحي، وليد ازارو، اليو ديانج، احمد الشيخ، مروان محسن، حسام عاشور، استبعد ياسر ابراهيم ومصطفى شوبير. برضو عايز اخد رايك في تشكيله البدلاء او اللي قاعدين على مقاعد البدلاء. هو الحمد لله يا اسلام، يعني ميزه النادي الاهلي ان بقى عندك انت فرقتين، يعني فرقه داخل الملعب وفرقه خارج الملعب، فالنهارده الدكه اللي موجوده فيها العناصر او الاسماء اللي ذكرت، شريف اكرامي واحمد فتحي ووليد ازار وديانج واحمد الشيخ ومروان محسن وحسام عاشور، الراجل موزع التقسيمه بشكل احترافي وبشكل جيد، ان هو مدي كل واحد في المكان اللي يقدر يشغله بشكل جيد لو طلب منه يحصل نوع من التغيير. أيوة. عايز اقول لك اسلام ان احنا من ضمن الثبات اللي كنا بنسعى عليه حته قلبي الدفاع، يمكن دي اللي عامله صداع شويه لمستر فايلر في التشكيله وفي ثبات التشكيل. يعني اتكلمنا على ان قلبي الدفاع لما يبقى عندهم نوع من الثبات بيدي ثقه لحارس المرمى وبيدي ثقه لفريق النادي الاهلي. يعني النهارده بنشوف تغيير كتير جدا في المكان ده، يعني بعوده رامي الحمد لله من فتره طويله من الاصابه ورجوعه الحمد لله للمكان الطبيعي. أيوة. بالنسبه له فارق معانا. ايمن اشرف جوكر، يعني بيخش قلب دفاع لما بيحتاجه الراجل وهو مكانه الاصلي باك ليفت، فايمن بيقدر يقوم بالمهمه دي، لكن برضك ما فيهاش نوع من التثبيت، نوع من الثقه اللي الراجل بيسعى ليها. عندنا ياسر ابراهيم وسعد سمير برضك موجودين كسرد باكين ومتولي، الثلاثه برضك من السرد باكات اللي موجوده، لكن لسه ما اخدناش منهم المطلوب، لسه ما اخدش منهم الثقه المطلوبه في هذا المكان. فنتمنى ان الفتره اللي جايه يبقى في نوع من التثبيت، والتثبيت ده هيدي ريحيه بشكل كبير جدا لحراسه المرمى
وفي نفس الوقت هيدي ثقة لفريق النادي الأهلي. فالنهارده البدلاء أسماء كلها، يعني شريف إكرامي بخبرته كحارس مرمى، أحمد فتحي بيعتبر جوكر في بين الباك رايت وبين قلب الدفاع، شفناه المباراة اللي فاتت كقلب دفاع في مباراة الهلال السوداني. وأسامة اتكلم في نقطة مهمة قوي كمان إسلام، إن إحنا وإحنا ضاغطين بيبقى السردباكين بتوعنا فوق وسط ملعب الخصم، موجودين على الدايرة زي الدوري الأوروبي كده، زي الكرة الأوروبية لما إحنا بنتفرج عليها، وده بيدي نوع من الثقة ويدي نوع من الانقضاض ويدي نوع من إن إحنا بسرعة نقدر نستحوذ ونقدر نرد الهجمة تاني للخطوط الأمامية. تقارب الثلاث خطوط بيدي لك نوع من الثقة بشكل جميل. النهاردة إسلام عايزين نعرف بقى، هل النادي الأهلي يلعب ضاغط على وادي دجلة من قدام، ولا يرجع نص ملعب ويسيب له مساحة؟ دي اللي هنشوفه من خلال أداء النادي الأهلي من بداية المباراة. ثنائية مجدي أفشة وعمرو السولية يا كابتن شريف، إن البعض شايفها غير مقنعة في بداية تمسك ريني فايلر بهذا الثنائي بعد إصابة حمدي فتحي، لكن دلوقتي أعتقد إن الأمور بدأت تمشي شوية في هذا الثنائي. بص هقول لك على حاجة يا إسلام، شكل الملعب وأنت بتنقل الكورة وأكتر من 10 نقلات و15 نقلة، الاثنين لعيبة دول يملكوا من الأداء ومن شكل الملعب في أي وقت بيقدروا يودوا أي حد متطرف مثلا ناحية اليمين ناحية الشمال، أي هجمة، أي تحركات لأجاييه، أي شغل رمضان صبحي حسين شحات، هم شايفينهم كويس قوي. هو زي ما قال أسامة بيبقى محتاج لعيبة كورة موجودين في الملعب عايزين ينفذوا له كل حاجة. السولية يملك الرايح جاي، يعني يقدر يعمل حالة دفاعية ويقدر يعمل حالة هجومية ويقدر يعملوا حالة تبادلية على حسب الشكل البدني بتاعهم هما الاثنين. انت النهارده بتلعب فرقه زي واد دجله بتنقل الكوره على طول، وده طابع الكوره ان هم عايزين يعملوا باس 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 باس. ماهر كان بيقول لك هنشوف النهارده هيعملوا ايه، هل هنضغط عليهم؟ ده لازم انت بتضغط عليهم. يبقى تقارب الخطوط مع عمرو السوليه ومجدي قفشه بنرغي حكايه الهاف ديفندر ده، ما بناخدش بالنا منه، لان لما بيكون ربيعه وايمن اشرف، وغالبا ايمن اشرف وربيعه ساعات منهم كمان بتحصل حاله تبادليه بنعوض بيها نص الملعب بزيادات. فالنادي لما بتقرب من بعض ما بحسش بالشكل ده اللي الناس قالت عليه ده شكل هجومي بحت. أيوه. شكل هجومي بحت، بس انا محتاج برضو تصويبات، محتاج في الماتشات اللي جايه وكل الضغوط اللي عليك، انت بتلعب كام ماتش في 20 يوم. فانت محتاج نوعيه من اللعيبه اللي هي توفر لك في اي وقت انها تقدر تنهي المباراه في اي وقت. فالاثنين اللعيبه دول يملكوا من امكانيات الحقيقه ان هم في اي وقت يقدر يفاجئوك، يعني حتى التدعيم ناحيه الشمال لما كان بيطلع محمود وحيد او علي معلول كنت بتلاقي السوليه من اول الناس اللي هي بتبقى موجوده في المنطقه دي، تقدر تعمل تدعيم، تقدر تعمل 1 2، تقدر تعمل عرضيات، تقدر تعمل شوط، تقدر تجيب اجوال، اللي هو الشادو الهاف اللي هو داخل من الناحيه اللي انت مش شايفه. فدول يملكوا الاثنين الحقيقه. فانت بتتكلم على قفشه وعمرو السوليه، انا شايفهم من احسن الناس، وشكل جديد بقى في الفرقه، يعني شكل جديد ان فرقتك فرقه هجوميه، فرقتك فرقه لعيبه بتلعب كوره وعارفه بتستلم امتى. إليو ديانج لما بينزل بيظبط الحته دي في هبوط الحاله البدنيه شويه، فبيضحي ساعات هو يمكن باي حد، بس ما بيضحيش بالاثنين دول. الاثنين دول بيبقى عندهم شيء من الكوره اللي هي تعوض لي اي حاجه في الملعب في اي وقت، وعندهم برضو يعني مساعدات بتبقى لمحمد هاني من ناحيه اليمين، مساعدات لمحمود وحيد، شايفين الملعب قاريين خبره بقوا دلوقتي، دخلوا انغمزوا في الحكايه، بقوا عندهم الحكايه اوتوماتيك، يعني ما بيدوش مجهود كبير قوي وتفكير كبير قوي. انت حطيتهم تحت اختبار، انا ما اعتقدش ان دول تحت اختبار ابدا، لان الكوره اللي عندهم يعني تتيح لهم ان هم يبقوا ابجريد، يعني بقوا مستوى اول متطورين. متطورين يعني. تمام كابتن اسامه، محمد هاني ومحمود وحيد الدور اللي بيعتمد عليه كتير جدا النادي الاهلي، او الاطراف اللي بيعتمد عليهم كتير جدا النادي الاهلي، سواء في الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه. النهارده يعقوب واحد من اهم مفاتيح لعب النادي وادي دجله، رجليه كويسه، بيعمل اوفرات كويس. هاني وحسين الشحات هيوازنوا الموضوع ازاي النهارده؟ محمد هاني ومحمود وحيد النهارده يعني احد اهم المفاتيح النهارده في النادي الاهلي، خاصه ان هنشوف النادي الاهلي وهو مستحوذ على الكوره هتلاقي فريق دجله كله تحت كوره، هتلاقي عاملين منطقه دفاعيه. فالنهارده عشان تضرب التكتلات الدفاعيه اللي ممكن تكون في قلب الملعب او في عمق الملعب، النهارده الاطراف عليهم دور مهم جدا النهارده، سواء محمد هاني ومحمود وحيد. محمود وحيد كان بقاله فتره بعيد عن المباريات، بدا مباراه الهلال السوداني
بدأ يثبت رجليه في الملعب. هو محتاج مباراه نوعيه لعب كل ما بتحتاجه بتلاقيه جاهز وبتلاقيه موجود. محمود وحيد طبعا عشان علي معلول احد يعني افضل اللاعبين الموجودين في مصر موجود في المكان ده، لكن محمود وحيد لو كان خد فرصه بشكل مستمر كان يبقى ليه شأن كبير. لكن الوقت اللي النادي الاهلي بيحتاجه فيه يعني هو لاعب بني سويف ولاعب الهلال سواء كاس مصر او بدا يثبت رجليه في المكان ده. طبعا بالتبادل كل ما عندك لعيبه جاهزه اكتر ده بيبقى لصالح الفريق. حمد هاني برده في المكان ده خلاص بقى في دلوقتي الروتيشن ما بينه وبين احمد فتحي الاثنين بيأدوا بنفس المستوى. يعني تحط محمد هاني زي احمد فتحي بالظبط، نفس القوه الدفاعيه نفس القوه الهجوميه نفس اسلوب اللعب. النهارده رمضان صبحي وحسين الشحات اتمنى من البدايه العدله بتاعتهم بقى، رمضان صبحي يكون امام محمود وحيد وحسين الشحات يكون على عدلته ناحيه اليمين. النهارده ان انا حسين الشحات انه يوسع الاطراف لمحمد هاني عشان يجي دايما من تحت ده مهم جدا ما يقفلش عليه. دايما طبعا التكمله الهجوميه والضغط العالي اللي بيبتدي بيه النادي الاهلي اللي هنشوفه النهارده اكيد من بدايه المباراه من الرباعي الامامي جونيور راجاييه ورمضان صبحي ووليد سليمان وحسين الشحات هيكون مهم جدا. التواجد بكثره في ال 18 مهم جدا. وليد سليمان تحركاته النهارده هتكون عكسيه مع جونيور راجاييه عشان يبدا ياخد المساحات دي برده يعني مهمه جدا واحد المفاتيح المهمه. ودايما بنتكلم عن النادي الاهلي الكرات الثابته مهمه في المباريات دي. تمام. الكرات الثابته بتحسم المباريات وبتفك دايما شفره المباريات اللي فيها تكتلات دفاعيه. خلينا نطلع نشوف تقرير عن هذه المباراه ونرجع نكمل اخر فقره قبل مباراه النادي الاهلي ووادي دجله. يستدرج الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره وادي دجلة على ملعب الأهلي عند 7:30 مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 7 للدوري. يدخل الأهلي اللقاء محتلا المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 12 نقطة، له مباراة مؤجلة بخلاف مواجهة اليوم. يسعى الأهلي لتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث واعتلاء قمة الدوري التي تأخر تصدرها بسبب انشغال الفريق باللعب في البطولة الإفريقية. يراهن فيلر المدير الفني للأهلي على خبرات لاعبيه في حسم المواجهة لصالحهم خصوصا في ظل فارق الإمكانات الكبيرة بين الفريقين سواء في المستويات الفنية أو في ترتيب المراكز في جدول المسابقة. حرص فيلر على عقد عدة جلسات مع لاعبيه لمشاهدة فريق دجلة من خلال ملخص لمبارياته الأخيرة سواء في الدوري أو الكأس للتعرف على نقاط القوة والضعف في المنافس والسعي لاستغلالها خلال المواجهة. حذر المدير الفني لاعبيه من التهاون أو الاستهتار بفريق وادي دجلة وعدم النظر لترتيب الفريق في الجدول خصوصا وأن ترتيب المراكز غالبا لا يعكس المستويات الحقيقية للفرق وخصوصا في بداية المسابقة. حرص فيلر على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الهجومية لتنفيذها خلال المواجهة من أجل السعي لإحراز هدف مبكر يفك التكتلات الدفاعية التي من المفترض أن يلجأ إليها لاعبو وادي دجلة في محاولة للخروج بنقطة تعادل من الأهلي. خصص المدير الفني فقرة للتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء من الكرات الثابتة والمتحركة باعتبارها أحد الحلول لفك التكتلات الدفاعية. فيما يحل وادي دجلة على اللقاء في ظروف غاية في الصعوبة بعدما تراجع الفريق للمركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات و3 هزائم. هو الموقف الذي يؤرق مجلس إدارة وادي دجلة وكذلك الجهاز الفني واللذين يعتبران مواجهة اليوم بمثابة طوق النجاة في حال تحقيق نتيجة إيجابية لتكون بمثابة الدافع المعنوي للجميع لبدء صفحة جديدة في مشوار الفريق في الدوري. ويسعى وادي دجلة لاستغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها بعد فوزه الأخير في دور 32 للكأس برباعية نظيفة على فريق بيلا. سادت حالة من الارتياح داخل فريق وادي دجلة بعد تماثل المدافع محمود مرعي للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وأبعدته عن المشاركة مع الفريق والتي تسببت في اهتزاز المستوى الدفاعي. ويراهن تكييس جونياس على قدرات مرعي الفنية والبدنية في إيقاف خطورة أجاي داخل منطقة الجزاء. حرص المدير الفني على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية حتى لا يتأزم موقفهم في جدول المسابقة أكثر مما عليه وضع الفريق الآن.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الناحيه الهجوميه كيف يستغل ريني فايلر الناحيه الهجوميه او الرباعي او الخماسي او السداسي اللي عنده زي ما انت عايز قول قولك. لا هو طبعا الناحيه الهجوميه عند النادي الاهلي يعني ما شاء الله بقت يعني فيها تخصصات بشكل كبير، اذا كانت من على الاطراف او من العمق او من الكرات الثابته اللي مستر فايلر بيدرب الفريق من خلالها. وبعدين يا اسلام يعني ما شاء الله احنا لو كنا هنتكلم على الخط الهجومي فانت عندك كمان خط النص فيهم عناصر بتقدر تساعد بشكل كبير جدا الرباعي الهجومي زي مجدي قفشه، زي ما اتكلمنا على ان هو بيعتبر مفتاح لعب وعنده من الذكاء ان يقدر يسند مع المهاجمين او الاطراف بشكل جيد. وكمان التصويبات المميزه اللي من خلاله خلال المباراه السابقه هو الوحيد اللي عنده الجراه على المرمى بشكل جيد في التصويبات. اما رمضان صبحي فهيبقى في ربط بينه وبين محمد هاني اذا لعب ناحيه اليمين من ناحيه الاختراقات بشكل جيد جدا عشان الكورسات العرضيه او العكسيه اللي بتمثل خطوره على خطوط خط الظهر بالنسبه لوادي دجله. محمود وحيد وحسين الشحات نفس الكلام هيبقى جابها من الاطراف فيها اختراقات بشكل جيد، مع طبعا المهاره الفرديه اللي موجوده من خلال وليد سليمان والمحطه اللي بيمتاز بيها اجاييه اللي بيفاجئنا من مباراه لمباراه ان هو بيجيد مكان راس الحربه بشكل جيد، ويمكن اخرهم ضربه الجزاء اللي عملها بمهاره وبحكمه وحنكه مع قفشه في الاستلام وبعدين الدوران بخط بمدافع الهلال وبعدين حصل نوع من العرقله او الشد. فعايز اقول ان عندنا من اقوى الخطوط الهجوميه اللي موجوده يا اسلام الرباعي اللي بيمثل رمضان صبحي وليد سليمان وحسين الشحات وجونيور اجاييه، وده بيمثل خطوره بشكل جاي كبير جدا على خط ظهر وادي دجله. دور وليد سليمان يا كابتن دائما كابتن شريف بيبقى محوري ما بين الدفاعي والهجومي وثالث في نص الملعب، خامس في او ثالث في ايضا الناحيه الهجوميه. ازاي بقى ريني فايلر بيهيئ وليد صلاح ان هو وليد سليمان انا اسف وليد سليمان ان هو دائما في هو واحد من نجوم المباراه. هو في الحقيقه من اول ما فايلر جه وعمل حاله تحرريه للعيبه كلها مش لوليد سليمان بس، استفاد منها وليد سليمان كتير قوي، ان هو بالشكل اللي المدرب بيتكلم معاه او بالواجبات اللي بيداله في الملعب اصبح ان عنده وليد سليمان دلوقتي شكل اشكال كتير قوي في الملعب، منها التصويب، منها الامدادات، منها ان هو بقى سنتر فيرود تاني، منها ان هو بقى بيساعد في الناحيه اليمين والناحيه الشمال. اللعيبه اعتقد كلها بقى عندها حاله تحرر لدرجه ان انا بقيتش عارف انت بتسالني على نص الملعب قفشه والسوليه والتكوين الهجومي ده مثلا ايه اشمعنى يعني هذا الشكل؟ الشكل ده كله بيوفر للراجل ده ان هم حاله الضغط على المنافس، ان هم عندهم كوره ازاي يعملوا امتدادات يمين وشمال وتبقى عندهم الفرص الكتير قوي ان هم اللي بيبقوا ضاغطين على الفرق الثانيه في نص ملعبهم. فده شكل المدير الفني بيامل فيه او بيتمناه فيه، بيتمنى في العناصر اللي هو بيشوفها. فوليد سليمان عنده من الكوره ان هو في اي وقت يقدر يترجم لك الدخول جوه 18 عامل مشاكل لاي فرقه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، عنده رؤيه كبيره قوي اليومين دول بعد لما بتكون حالته البدنيه كويس مفيش اصابات مفيش اي حاجه تقدر تستفيد منه بتحركاته، وحاله تبادليه بتبقى كبيره قوي مع رمضان صبحي وحسين الشحات. انا ما بقتش عارف دلوقتي ساعات الاقي وليد سليمان ده بيتحرك ناحيه الشمال ورمضان هو اللي بيخش جوه، ونفس الشكل مع حسين الشحات وبيقدر يعمل مشاكل كتيره وبيعمل مساعدات كتيره، عنده من الكوره الحقيقه في الملعب اذا كان هو او اجاييه او رمضان صبحي او حسين الشحات ومعاهم قفشه وراهم سوليه عمليه الضغط كلها. هو راجل عامل ربط بهذا اللاعب وحطيت له من 60 ل 70 دقيقه في المباراه الحقيقه بيستفيد منه، لو بتبقى الدنيا ماشيه مع وليد وكمان بنلاقيه بيحرز اهداف ومره جاب 3 اجوال من وجوده بس فقط في منطقه الجزاء، فهو بيبني عليه حاجات كتيره وللكوره اللي عند وليد سليمان. تمام اسامه، دايما الناس دلوقتي بتتكلم عن ان جونيور اجاييه كويس وماشي بشكل كويس وكل حاجه، ولكن عندك رؤوس حربه زي وليد ازار ومروان محسن، ليه دايما بيلعب جونيور اجاييه؟ من وجهه نظرك طبعا. يعني جونيور اجاييه طريقه اللعب اللي بيشتغل بها فايلر مناسبه او بيعتمد فيها على اجاييه عمليه الاستحواذ، هو دايما ما بيحبش يطلع بالكره الطويله او بيلعب
في المساحات، لا دايما بيحب الكوره دايما تطلع من تحت، تمريرات القصيره. جونو راجيه عشان كان بيلعب اصلا لاعب وسط تحت المهاجم يمين او شمال، فعنده الملكه انه يقدر يلعب مهاجم ويقدر يطلع ويستحوذ على الكوره. كمان بيضيف على كده ان جونو راجيه بيسجل، بيعرف يستلم بظهره، دي دايما بتبقى الصعوبه بتاعت المهاجم انه يقف بظهره ويعرف يستلم، هو عنده الملكه دي انه بيستلم ويعرف يطلع يمين او شمال، وبرضه بيتعامل مع الكرات العاليه بشكل كويس. وفتح المجال برضه لحسين ورمضان، اعتقد بيعرف يوسع بقى ووليد. حته التحركات دي مهمه جدا، انه دايما بيبقى محطه بيعرف يتحرك يمين يوسع لوليد سليمان او رمضان صبحي او حسين الشحات. برضه جونو راجيه وجوده في الملعب بيديك افضليه، ممكن لو انت عايز تغير تغييره داخل يعني تغير في الملعب ترجع جونو راجيه يلعب تحت المهاجم مكان رمضان صبحي او حسين الشحات، وممكن تزق بمهاجم تاني كانك بتلعب باتنين مهاجمين، فيديك برضو اريحيه في عمليه التغييرات داخل الملعب او من خارج الملعب. برضو ارقامه التهديفيه مع النادي الاهلي جيده جدا، وزي ما بقول لك برضو النقطه المهمه جدا انك الفرقه بتطلع عليه مش في المساحات الطويله، لا دايما لما محمد هاني او رامي ربيعه عايز يطلع بكره من تحت وعملها اللونج باص دايما بيعرف يقف على الكره ويعمل عمليه الاستحواذ عكس وليد ازارو اللي دايما بيفضل انه يجري في المساحات. تمام. كابتن ماهر، مين الاقرب ان شاء الله النهارده للفوز؟ ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله، ثلاث نقاط باذن الله. على ايه ولا بعد الماتش؟ خلاص بتعشى خلاص كابتن شريف عايز مين يا كابتن ان شاء الله ربنا يكرمك؟ طبعا النادي الاهلي. تقول لي مين هيجيب اجوان لو الاهلي يعني كسب؟ من وجهه نظرك اشوف جونيور النهارده ووليد سليمان. سامي ربنا يكرم ان شاء الله، زي ما بقول لك المكسب يخليك متصدر الدوري النهارده، بكره في لقاء مهم تبقى محطه مهمه تخدم ان شاء الله الجدول اكتر خلال الفتره اللي جايه. يا رب ان شاء الله. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه الهامه جدا والصعبه جدا زي ما كابتن اسامه وكابتن شريف وكابتن ماهر قالوا لحضراتكم. طيب هسيب حضراتكم تتفرجوا على هذه المباراه، وبعد نهايه المباراه مباشره هنكون مع حضراتكم على الهواء علشان كل كواليس ما يحدث بعد نهايه هذه المباراه والمؤتمر الصحفي وكواليس اللاعبين ان شاء الله ان شاء الله بعد نهايه هذه المباراه. سيب حضراتكم تتفرجوا على نهايه المباراه بعد الماتش على طول تقولنا مره ثانيه. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.